في حفل عشاء أقامته لجنة سيدات المحبة في مطرنية الروم الأرثوذكس بعمان بمناسبة عيد ختان الرب بالجسد، دعا المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا في كلمة ألقيت بالنيابة عنه أن يحفظ الله الأردن وأن يديم على هذا الوطن نعمة السلام والأمن والاستقرار ويخفف من جراح العالم المتألم. وحضر حفل العشاء وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، والسفيرة العراقية لدى الأردن صفية سهيل، والعين عقل بلتاجي، والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن، وعدد كبير من المدعوين. Kulam şamil. Kulam.